أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من واحة السلام من محافظة الوديعة الجديدة، نحييكم في حكاية جديدة من حكاية الواحات بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل اليمن والبركات. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حكاية من حكايات الواحات في رمضان. وفي حكاية هذا الأسبوع نقدمها بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وفي هذه الحلقة من حكايات الواحات نستضيف المهندس محمد علم الدين، واحد من أبناء الوادي الجديد الذي ينتمي إلى عائلة جاءت إلى الواحات من خلال العم الأكبر، مأمور قسم الواحات في عام 1938، ليحدثنا عن شهر رمضان الكريم في الواحات. مساء الخير أعزائي المشاهدين، كل سنة وحضراتكم دايما طيبين وبخير وبسلام بمناسبة شهر رمضان الكريم. وإحنا في يعني الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، كل بلد لها حكاية وكل بلد لها طقوس وعادات خاصة بالعادات في رمضان. النهاردة إحنا في ضيافة واحد من الناس، هو المهندس محمد علم الدين، واحد من الناس اللي هم اشتغلوا على نفسهم كتير جدا وليه ذكريات خاصة بشهر رمضان خاصة في الواحات. باشمهندس محمد مساء الخير وكل سنة وانت طيب بمناسبة شهر رمضان الكريم، وربنا يعود الأيام عليك وعلى كل أهل مصر دايما بخير وسلام. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين في بداية شهر رمضان المعظم الكريم اللي بنرجو الله ان يعودوا علينا باليمن والخير والبركات على مصر واهل مصر كلها ان شاء الله بالامن والامان باذن الله. باشمهندس محمد علم الدين، حضرتك واحد من اهل الواحات، والدك عاش هنا في فترة الخمسينيات، بل جدك وابناء العمومة كمان وصل لسنة 38 كان مأمور الواحات هنا. أنا بستضيف حضرتك النهاردة لأن أنا عارف أنه في قلبك وفي عقلك في ذكريات تملأك حول رمضان وذكريات رمضان والناس في الواحات في شهر رمضان وعادات وتقاليد جميلة، واسمع ذكرياتك الأولى عن شهر رمضان. والله الحمد لله زي ما سيادتك ذكرت أن احنا الحمد لله يعني عايشين من فترة طويلة في الوادي الجديد وفي الواحات. بنمتد من سنة 59، والدي الحمد لله أتى للواحات سنة 59، وكان من قبله كان عمي كان مأمور قسم الواحات سنة 38. فلينا الحمد لله رب العالمين لينا عشق للواحات، عشق أبدي طبعا وموروث، وبالتالي الواحات وذكريات الواحات محفورة في قلب الواحد وفي ذاكرة الواحد، إنها مش ممكن طبعا بتطلع من ذاكرة الواحد أبدا. وكان شهر رمضان بالنسبة لنا زمان يعني هو كان عيد أولاني قبل عيد الفطر، وكانت الأمور بسيطة جدا، والناس بتفرح بشهر رمضان ويتم فيها التزور
وكانت الناس فاضية، ما فيش يعني حاجة بتشغلهم تاني غير العبادة وغير التصور وغير الصحبة. الرحمة في الأول وفي الآخر. غير الصحبة والرحمة فعلا، ونسأل على بعض، والنهاردة رايحين عند بيت فلان مثلا هنسهر النهاردة للسحور مثلا، النهاردة رايحين لفلان، النهاردة فلان جاي هو وأولاده هيقضوا معنا الليل ولغاية السحور، لأن الدنيا كانت الحمد لله بسيطة، ما فيش فيها التعقيدات بتاعة اليومين دول، ما فيش فيها زحمة الشغل وزحمة العمل وزحمة الحياة، فكانت الحمد لله الأمور جدا، وكنا بنستمتع احنا كأطفال صغيرين بنستمتع جدا جدا بالسادة الضيوف اللي ميلوا ويملوا البيت بركة والبيت بيبقى عمران. رمضان في الواحات يرتبط بذكريات مع كل إنسان عاش بين أحضانه، فما زالت الذكريات يرويها لنا الكثير من أبناء الواحات، كيف كان وكيف كان يعيش الإنسان في الواحات. باشمهندس محمد عالم الدين احد ابناء واحد الخارجة واحد ابناء الوادي الجديد، لو اتكلمنا عن العائلات في رمضان زمان، يعني احنا رجعناك كده مثلا 50 سنة لورا مثلا، يعني والدتك ووالدك رحمة الله عليهم زي ما انت بتقول في كلامك كده، فاكر اسماء العائلات؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا فاكر عم نصار مثلا رحمة الله عليه، فاكر عمي عالم الدين والد حضرتك، فاكر المهندس محمد عثمان في مجلس المدينة مثلا على سبيل المثال، انا بذكر لك اسماء بس مش اكتر من كده. كمان كان في ناس من السودان ساكنه في المنطقه دي، كلمنا عن منطقه الاشلاء دي والتصاور في رمضان زمان كان شكلها زي ايه، وبعدين كان في اشلاء بحري واشلاء جبلي مش كده برضو؟ اسمع، هو طبعا المنطقه دي كانت فاز وسطك بالكود كده منطقتين، وما زال المسمى بتاعها مولود، الاشراق القبلي والاشراق البحري، وكانوا ملاصقين لبيت سياده المحافظ وسياده مدير الامن، فهي كانت منطقه يعني مستريحه عموما، يعني الحمد لله منشاه جديده يعني. فكنا نتزاور، كان معظمها طبعا مغتربين مغتربين، والله انا لو عديت لسيادتك الاسماء بالبيت بالبيت فاكر طار جدا. بس نمسك الشلاق الجبلي مثلا، الشلاق الجبلي ده كان بدايته بيت الصوت بريجع او عم بريجع، ده اصله من السودان، وابنه مازال صديقنا للان يعني هو في التواصل يعني الحمد لله. بعد كده بيت عم علي رزق اللي ابو صلاح رزق وزكي على رزق الله يرحمه، بين بيت المرحوم ابو العيلة ادم ده من اسوان، يعني بدانا من السودان وبعد كده بحري رزق من المنوفيه، وبعد كده بيت عم ابو العيلة الله يرحمه من اسوان، وبعد كده بيت عم نصار ده الرجل اللي هو مثال للجد والالتزام وال لا هو هزار وضحكته موزونة، ولو ضحك معاك يبقى انت النهاردة ده يوم سعد والحمد لله، وهو بشوش جدا 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 بس وطيب جدا، من الناس اللي قلبها طيب جدا الله يرحمه، وطالع ابنه يحيى طيبة الحلوة الكويس. وبعد كده بيت عم عشاوي ده هو ابن ابو اسامه وابو طارق وابو بتاع،
وبعد كده بيت الشيمي عم ناشيمي، وبيت عم موسى من السودان ابو محمد موسى. الناس السودانيين دول يعني الناس السودانيين كانوا جايين يعملوه في البلد وقتها، هو كانوا زي ما تقول بقايا حرس الحدود، بقايا حرس الحدود او الهجانه اللي كانوا موجودين زمان في البلد، لان كان زمان الواحات دي كان معظمها حرس حدود وهجانه عشان طبعا الصحراء والكلام من ده. فناس كانت جايه ضمن الجماعه اللي هم برضك الهجانه او حرس الحدود، وكانوا كموظفين او بيعملوا في الجيش وخطوط الجيش او القوات المسلحه الشرطه. وبيت عم انور الزفتاوي اللي هو ابن ده الشكل قبلي، وبيت عم بدوي طبعا ابو صفوت. كل الناس ديت كانوا بتربطنا معاهم روابط وثيقه جدا جدا بالحب والاحترام. ونشوف الاب عم بدوي مثلا او عم نصار في الشارع، الاحترام احترام يعني متناهي، كانه اب الواحد بالضبط. يا ولد اعمل كذا حاضر، يا ولد كذا يا حاضر، ما يعني مش ممكن، في منتهى الادب والاخلاق. وهم ليه؟ عشان هم اصلا ناس محترمين وناس مؤدبين، بيعلمونا اصل التعامل ايه، يعني تتعامل مع زميلك ازاي، تتعامل مع صاحبك ازاي، تلعب بس يكون في احترام، تتشاجى بس باحترام بادب، الفاظ لا اوعى لو حد سمع مثلا ايا كان لفظ كده، مش الالفاظ بقى لا يعني يا فلان كده مثلا يا كذا مثلا، لا 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 ده ما ينفعش، عيب اقول لابوك تعالى وممكن يحاسبك. وتكون يعني الاباء يا ريت تخلي بالها من ابنائها برضه في ما يجب يقال وما لا يجب ان يقال، يعني اقول له دي صح ودي غلط، لازم الصواب والعقل. لازم طبعا لازم اوجه الابن، اصل العيل ده ابن طالع ما بيعرفش الصح من الغلط غير من ابائه. ومنظومة البلح، نعم محصول البلح لأهل الواحات، هو صاحب الفضل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لعشرات الآلاف من أهل الواحات. ومؤخرا تم التوافق بين المزارعين على استكمال زكاة البلح، وتوزع ريعها على الأسر البسيطة خاصة في شهر رمضان الكريم. باشمهندس محمد عالم الدين، كمان الأطباق، يعني أنت دخلتينا كده في رمضان وأيام رمضان، الطبق في البيوت السودانية والطبق في البيوت المنوفية والطبق اللي في البيوت الوحدية، أكيد كانت الأمهات بتطلع في شهر رمضان. هل فاكر مثلا على سبيل المثال حد كان بيجيب لكم، والدتك كانت بتبعتك لحد تودي في الايام المفطره جديه، وده اللي احنا بناكد عليه من خلال برنامجنا حكايه روحات، ان احنا التواصل والعطف وهو الاساس في الموضوع، كل حاجه هتعملها موجوده لك قاعده لك. والله وسيادتك في رمضان وغير رمضان والله التواصل والعطاء والاخذ والعطاء في رمضان وغير رمضان كان، لأنهم بقاعدين كده مثلا حد يخبط بيت عمك أبو العيلة النهاردة عاملين مثلا طعمية، طبق طعمية جميل جدا، وكان متعامل طعمية في البيت ده حاجة جميل. هم بقاعدين كده أبويا الله يرحمه يا ولد ودي طبق دوت لبيت فلان الفلاني مثلا جنبينا، حاضر
الله يرحمها، أمي مثلا عملت حاجة تانية بتاع ده ماشي. اتفضل. طبعا الحمد لله موجود، موجود وموجود برضك في العائلات وموجود في الناس، وهنا بالذات في الخردة موجودة الأمور دي، موجودة بين الناس. وتخش مثلا شق الجبل عندنا ستك عارفه كويس جدا، والبلد القديمة والناس بتوع الخردة أصلا العائلات المحترمة، وكلهم عائلات محترمة متمسكين بالعادات وبالكرم بتاع الضيف ودخلة الضيف وواجب الضيف كويس. بسم الله ما شاء الله يعني عندهم الود موجود، وبالتالي بده بيزيد برضك الخير في الرزق. باشمهندس محمد عالم الدين، واحنا كمان في شهر رمضان الكريم، ربنا يعود الايام على كل الناس بالخير والسلام. حضرتك واحد من الناس اللي فانوا عمرهم وربنا يديك الصحة والعافية في موضوع تجارة البلح. أخبار البلح إيه في رمضان السنة دي؟ العملية جايبة همها والمحصول جايبة همه عند الفلاحين وكده، ولا إيه الأخبار؟ والله هو الحمد لله وشكر لله البلح في نماء كويس جدا جدا، وده يرجع برضك للخير اللي بين الناس. وأذكر هنا يعني مش عشان أي شيء، وحاجة معروفة على البلد كلها، المبادرة اللي عملها ست المحافظ محمد الزملوط، ست اللي هو عمل مبادرة جميلة جدا جدا، هي موجودة مع الناس بس عايزة التذكير والتذكرة، اللي هي مبادرة طق النار ونفشق بشق طمرة. ذكر الناس، وحضرنا اللقاء بتاعه في بير 10 في وسط الغطان ووسط النخل، ذكر الناس بالزكاة بتاعت البلد. هم الناس بتطلع، بس ذكر الناس ان ينفق من بلح، وان ينفق زيادة، وان الحصيلة بتاعت البلح اللي هيتجمع ده هتروح للحاجات المخصصة كذا وكذا وكذا. وكان في ناس من الاوقاف ومن الازهر حاضرين وعارفين الكلام ده هيروح فين، لقنوات الخير. تخيل يا استاذ خالد، والله وبقول لسيادتك وسيادتنا والناس الساده المشاهدين، يعني والله انا ده كلام انا شغال فيه وبايدي. الموضوع ده زاد بركه وخير في البلح عموما على البلد، والله بامانه انا بقول لسيادتك بامانه، حاجه مدروسه ومعروفه وموجوده. اول سنه السنه دي كيلو البلح يوصل 30 جنيه الخام، 30 جنيه ما حصلتش بامانه، فهي حاجة ملموسة. ده كويس للفلاح جدا، الفلاح ده حاطط يعني ايه يعني، هو ست المحافظ ضرب الموضوع بـ 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 مش يعني مش عصولة مش بعشر واحد، لا ده يعني 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 سوق البلح، في بركة في السعر والارزاق. الفلاح اطمن جدا جدا ان يهتم بالبلح بتاعه، وان يطلع زيادة، وان فعلا يزرع وهو مش خايف، فبالتالي في عنده اطمئنان بان بلحه بيتاخد وهيتاخد بسعر اغلى. وان شاء الله الموسم اللي احنا فيه ده البشاير بسم الله ما شاء الله، يمكن سيادتك شفت على النخل بره، ادينا بدايه الطرح او بدايه العقد بتاع البلح، بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. بس ربنا يبعد عننا الافات والامراض بتاعت المحصول، وبالزكاة دي وبالناس برضك بالموضوع ده ان شاء الله ربنا هيبعد عننا اي حاجة وحشة. فبالتالي البلح فيه تطور، البلح فيه تطور كويس، وبيجت حاجة فيه ظهرت حاجة اسمها ادارة محصول البلح. ازاي انا ادير محصول البلح؟ ازاي اديره؟ بداية من ايه؟ بداية من ان احنا كنا يعني برضه توصيات المحافظة ان احنا نخش في تصنيع البلح بمشتقات اخرى. اصناف البلح كثيرة ومتنوعة، من أهمها البلح السيوي أو الصعيدي، وهناك الفالق والمنتور والجعجاع والبلحي والخلاص،
جميعها أصناف تلقى رواج خاصة على موائد الشهر الكريم. مهندس محمد علام، بمناسبة شهر رمضان الطلب على البلح بيزيد يعني قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان، فكيف يتم إدارة عملية تسويق وتصنيع وتعبئة وتغليف، خاصة المواسم السابقة لرمضان بيبقى في إعداد داخل المصانع؟ الحمد لله احنا النهاردة بدل عندنا بدل المصنع من أهالي ومن حكومة ويمكن وصلنا أكثر من 40 مصنع رسمي بشكل رسمي، كيف يتم إدارة محصول البلح في شهر رمضان؟ والله يعني إدارة المحصول برضك يعني ما بترتبطش بشهر رمضان بس، لا احنا السنة اللي فاتت سوقنا البلح بتاعنا بعد رمضان. يعني معظم البلح بتاعنا تسوق بعد شهر رمضان. في دول بتاكل البلح او اللي هو مثلا المغرب والدول الاوروبيه والكلام ده. اما اداره بقى محصول البلح بدايه برضك من الموضوع اللي قلت لسيادتك عليه، موضوع شق التمر وموضوع انشاء التلاجات الحديثه. التلاجات بسم الله ما شاء الله كنا مرحله اولى 40 تلاجة الأول، وبعد كده 24 تلاجة ساعة أكبر من الـ40. فده عطى أمان للفلاح وعطى أمان للتاجر وعطى أمان للمستهلك. التاجر فعلا بيقول مسيبيري بيتعاقد على البلح وبيحط البلح عنده في التلاجة، خلاص هو متعاقد مع الحكومة وبالتالي بيتعاقد مع التجار اللي بره اللي هو القطاع الخاص بمنتهى الأمان، محفوظ تحت التبخير وطرق الحفظ الحديثة، بيبقى زي ما هو وبيطلع البلح ممتاز جدا. بعد كده بيبقى فيه بقى إدارات التصنيع، بقى بنخش في التصنيع ونخش في الكلام ده. في مشتقات كتير جدا 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 بتطلع من البلح، مش هو بيطلع عسل البلح، وبعد كده السكر البلح بيطلع، المواد التانية الثانوية مثلا ممكن يطلع الخل، ممكن يطلع الخميرة. في شيء تصنيع لأكتر من أكتر من منتج الحمد لله رب العالمين، وفي دراسات دايما شغالين فيها الحمد لله للاستفادة القصوى من كل أصناف البلح الموجودة في البلد، مش البلح الصعيدي بتاعنا بس أو البلح السيوي بتاعنا، لانه بلح السيب هو صنف من ضمن من 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 الاصناف الموجوده في الوادي. باشمهندس محمد عالم الدين، سؤالي الاخير، الطبليه الواحديه او المصريين بشكل عام بيحطوا البلح دايما زي ما بيقولوا كده يعني على الفطار. اسمع من حضرتك اهم انواع البلح اللي احنا حريصين عليها ان احنا موجوده في الوادي الجديد وبنحطها على مستوى الموائد في مصر كلها، فكلمني عن هذه الانواع باعتبارك انت متخصص، كم نوع تقريبا نقولهم كده ورا بعض؟ لا والله هي اصناف كتير جدا في البلح، اصناف كتير جدا اللي معروف منها احنا بنقول بنسميه زي السيب والنصف الجاف، زي المردول، زي البرحي، زي الامهات، زي الاسواني، الكلام ده كله دي اصناف. اما في الصنف بقى اللي ملهوش مسمى بنقول عليه مجهول او مجهل، ودي اصناف كتير جدا بتلاقيها هنا في الواحات بالذات، بتبقى ممتازه جدا وطعمها حلو وخفيفه عن اما الشيء الرئيسي اللي احنا بنعتمد عليه في الفطار في الواحات اللي هو البلح الصعيدي النصف الجاف بتاعنا او السي والنصف الجاف، اللي هو يطلق عليه اسم صعيدي نسبه لان كان الصعيدي زمان بيجي ياخد البلح ده من اهل الواحات. لا هو كان بيجي من الجمال من جنة بيدي ياخد البلح ده بتاع الواحات.
فبيقولوا فالناس الاهالي هنا يقول لك لا ده البلح ده بتاع الصعيدي، فبالتالي اطلق كلمه اسم الصعيدي بلح. هو اسمه السيوي، هو سيوي نصف جاف الاسم العلمي، اما الاسم الدارج بتاع الصعيد، عشان كان الصعيد يجي بالدمال يجيب البضائع اللي هي من وادي النيل، القماش والبتاع والكلام ده كله والبقوليات والحاجات دي كلها، ويعمل عملية المقايضة وياخد البلح ويمشي ويديهم ايه باقي الخدمات، فبالتالي يسموه البلح الصعيدي. فهو البلح الصعيدي او البلح السوري نفس الجاف، هو انا كواحد من الناس او كشخص انا لازم افطر على كام بلحة بشوية لبن صغيرين، واروح اصلي المغرب وابا مش عايز اكل تاني. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات، سردها لنا المهندس محمد عالم الدين، فله منا التحية، وفي الختام لكم منا السلام، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكاية الواحات، قدمناها لكم من محافظة الوادي الجديد، وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة لكم، تحيات فريق العمل محمد حسين خالد عز الدين، والإخراج للزميل حاتم الشريف.